السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا الغالين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنجدد عليكم التحية من المملكة العربية السعودية، معاكم اخوكم في الله محمد عاصي. قبل ما نبدأ طبعا الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك، ولو اول مرة بتشوفنا على اليوتيوب يا ريت تشرفنا باشتراكك معانا في القناة، وده شيء بيسعدنا وبيشجعنا جدا للاستمرارية لما بنلاقي فيه اقبال على القناة والمحتوى اللي بنقدمه لحضراتكم. تمام، وطبعا قبل ما نبدأ لا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. إن شاء الله حلقة النهاردة هتكون رد على سؤال أخونا مازن محمد. هو كلمني على الفيسبوك على الجروب بتاعنا الحمام الزاجل وعلومه، تمام، وقال لي إيه هي الطريقة الصحيحة لطيران الحمام فوق اللوفت بشكل صحيح، وايه هي مدة طيران الحمام، وازاي اقدر ازودها، وهل هي فعلا بتزيد او في عوامل معينة بتزود مدة الطيران ولا لا. تمام، لو ان شاء الله يهمك تسمع المعلومة النهاردة يا ريت تشرفنا بمشاهدة الفيديو للاخر عشان تقدر تستفاد من المعلومة كاملة باذن الله. اول شيء يا استاذ مازن، الموضوع بتاع الطيران ده كله بيكون متوقف على صحة الطير. تمام، هنتكلم الأول الأوقات اللي ممكن أو اللي لازم إن الحمام يطير فيها أو يفضل إن أنت تطير الحمام فيها. يعني بإذن الله هتكون مرة الصبح ومرة العصر، بقدر المستطاع حاول تطيرهم مرتين في اليوم. تمام، بحيث إن أنت مثلا لو بيطيروا مثلا وليكن تلت ساعة نص ساعة الصبح، هنطيرهم كمان مرة العصر، بيكون ايه الحمام كده ادينا له حصتين تدريب فطار مدة اكبر. تمام، فكل ما كانت الحمام او كانت الحمامة بتطير اكتر، كل ما كانت عضلة جناحها وعصب جناحها هيبقى قوي، زيها زي اللاعب بتاع الجيم بالظبط. لما بيدخل الجيم لسه مقدم في الجيم بيبدأ بأوزان خفيفة، مع الوقت بتبدأ عضلاته تقوى وتبدأ اعصابه تتماسك وتبقى اقوى، فبيبدأ بعد كده بيزود الايه، بيحط اوزان وبيبدا يزيد في مستوى اللعب بتاعه. تمام، كذلك هو الطير بالظبط، هتبدا معاه بالتدريج وتزود له، هتيجي تبص بالتدريج هتلاقي الطير بيزيد في الوقت اوتوماتيك، هو مش محتاج ان انت تضغط عليه ولا حاجه. انت اهم حاجه صحه الطير زي ما قلنا، والطير يكون مفطوم من تحت الاهل، صحته كويسه، وبعد الفطام برضه تراعيه تتاكد انه بياكل، وطبعا بتديله مثلا 5 ايام كنكر ولا حاجه، بحيث ان هو ايه بتتجنب اي نمو اي فطريات بعد فتره الفطام، لان الطير لو جاي ياكل او بعد الفطام ما اكلش على طول بشكل مباشر بيبقى عرضه ان هو يدخل عليه سالمونيلا او كانكر. تمام، فلذلك لازم ان انت ترعاه في فتره الفطام دي، مهم جدا عشان تقدر تحافظ على الطير بتاعك بصحه جيده وتبدا والامور بتاعته تمشي بطبيعيه. تمام، لان مثلا لو الطير ده مرض منك هيضيع وقت ان انت ممكن كنت هتدشره فيه، كان يبدا يطلع في الشماسه عندك او تحطه على التراب يحفظ المكان، بدل ما كان هيطلع يعمل كده، لا ده انت قاعد تعالج فيه. زائد ان الطير اللي اتعالج من صغره ده يعني بيبقى نسبه نجاحه كطير متسابق ما بتبقاش يعني بنسبه 100%، بيكون طير على قده يعني حتى في المراكز بتاعته. وطبعا يعني ده يعني مش اكيد، يعني هي نسب متفاوته، في حمام بيكون بيمرض وهو صغير وبرضه بتيجي تبص تلاقي عمل نتائج، لكن احنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نحافظ على صحة الطير بتاعنا من ساعة الفطام، ويفضل ان الطير المتسابق ان هو يكون قليل المرض. تمام، فزي ما قلنا كل ما كان الطير هيكون صحته كويسة هيقدر يشتغل معاك، وكل ما كنت زي ما قلنا هتطيره كتير كل ما كانت عضلته هتشتغل اكتر وعضلته هتبقى اقوى. زي مثلا هقول لك برضو واحد قاعد في البيت هنقول عليه فرفور، واحد بيشتغل، هتيجي تسلم على ده وتسلم على ده هتلاقي ايد اللي بيشتغل اقوى وخشنه، تمام، بيكون قوي، لكن اللي قاعد في البيت بتلاقي ايده لينه في ايدك كده. تمام، كذلك الطير كل ما كان بيعمل مجهود وكل ما انت كنت تشتغل على الطير طيران فوق البيت قدر المستطاع بيبدأ يبني العضلة من هنا، اللي احنا هنبدأ من خلالها او من خلال الطيران الجيد فوق البيت هنبدأ من خلاله بنبني الطير ليه فيما ينتظره في المستقبل، ان انت مثلا هتدخله تدريبات او هتسابق بيه. لابد ان الطير اصلا يكون بيطير كويس وعنده عضلة وانت مكون له فورمة من صغره. تمام، لان طبعا الفورمة بتمسك والطير بيتلف من صغر، صدر الطير وعضلة الطير بتتكون من صغره. تمام، فلذلك في فترة التثبيت لابد ان انت يعني بقدر المستطاع حاول تطير الطير كل يوم، تمام، عشان ما يتقلش ويبقى عنده رشاقة. تمام،
ويبدأ يكون عضلته من بدري وأعصابه تبقى أقوى، ويكون برضه عنده نباهة، يكون هو متعود بقى على الدخول والخروج من صغره والأمور بالنسبة له أمر سهل، تمام، وفاهم الدنيا ماشية إزاي، تمام. فكل ما كنت هتكون انت احسنت التعامل مع الطير بتاعك، كل ما كان الطير هيقدر يخدمك ويديلك اللي انت عايزه منه، تمام. هتيجي بقى نيجي لنقطة ايه، هنيجي بقى دلوقتي لنقطة مدة الطيران. مدة الطيران دي هل ان احنا ممكن نزودها؟ لا، انا هقول لك هي ملهاش قاعدة ثابتة، يعني مفيش حاجة هنعملها او دواء هنديه للحمام هيزود مدة الطيران، تمام. زي ما قلت لك كل ما كان الطير بياكل كويس وصحته كويسه، كل مع الوقت العضله بتقوى، كل ما العضله هتقوى كل ما الطير هيكون مؤهل اكتر ان يطير وقت اكتر، لان انت مثلا مأكله العضله بتاعته شغاله، اعصابه كويسه، صحته كويسه، مش محتاج اي حاجه تاني غير انه يتدرب ويتفتح له على طول، تمام. من العوامل بقى اللي هتساعدك ان انت يعني تنجح في الموضوع ده، بتثبت مواعيد الاكل وبتثبت مواعيد الطيران، تخلي الموضوع بالنسبة للطير زي شبه روتين كده، كل يوم الطير عارف الميعاد بتاع الاكل امتى وميعاد الطيران امتى، بمجرد ما هياكل، تمام، هيكون فاهم ان ده ميعاد الاكل، فالساعه الفسيولوجيه اللي في جسم الطير هتكون ظبطت جسم الطير على ميعاد الاكل ده، فبالتالي الطير هيبدا عنده استجابه ليك للاوامر مثلا بتاعه الدخول، تمام. وحاول كمان ان انت تعوده على الصفاره بتاعه، ان انت مثلا تلم الطيور بتاعتك او تجمعها من خلال الصفاره او الامر اللي انت بتجمعهم بيه من بره اللوفت، سواء كلام او بالصفاره، تمام. تمام، فاحنا كده هنظبط مواعيد الاكل، تمام، وكذلك مواعيد الطيران، بحيث ان الطير يصبح الموضوع عنده روتين زي اللي بيروح الجيم. ما ينفعش يبقى في واحد مستمر في الجيم يروح مثلا يوم ويقعد 10، لا، الجيم عايز استمرارية، كذلك المعاملة مع الطير الايه الزاجل، تمام. لابد ان هو بيشعر بنوع من الاستقرار معاك، بيحب الروتين خالص، يعني ما تغيرلوش مواعيد الاكل، ما تغيرلوش مواعيد الطيران، لازم يبقى عندك نظام ثابت للحمام بتاعك عشان تقدر تتحكم فيه وتمشي على جدول ثابت، الحمام يكون فاهمه وانت كمان تكون فاهم انت بتعمل ايه مع الحمام، تمام. كل ما كانت العلاقة دي معاك، انت فاهم انت بتعمل ايه مع الحمام والحمام بتاعك فاهم ايه المطلوب منه، كل ما كانت نسبة نجاحك او نسبة قربك من النجاح هتكون قريبة جدا، وهتقدر تشتغل مع الحمام بتاعك ده وتاخد اللي انت عايزه منه، تمام. فزي ما قلت لك استاذ مازن، الموضوع الطيران هيجي معاك بالتدريج، انت هتنتظم معاه، هتثبت مواعيد الطيران الصبح وليكن مثلا الساعه 8، تمام، او 9 الصبح لو قدرت تصحى بدري عن كده مفيش مشكله، وهتطير تاني مره الساعه 4، تمام. وبيفضل ان الحمام يكون طاير جعان عشان ما يبقاش الاكل عامل له تخمه، ما ينفعش تبقى انت واكل واقول لك روح الجيم، كلنا بنروح الجيم الاول يعني بوجبات خفيفه او بنكون واكلين قبلها بفتره، بحيث ان احنا جسمنا يكون لائق ذهنيا وبدنيا، لان الاكل زي ما بيقول لك ايه، اذا ثقلت المعده ثقلت الفكره، بيبقى الواحد عايز بقى حاسس بتخمه عايز ينام، كذلك ده بيحصل مع الحمام بتاعك، لو انت طيرته واكل الحمام هيبقى مأنتخ، ما عندوش اللياقه، او بيبقى زي ما بنقول ايه عندنا كده في البني ادمين دماغه تقلت فمش عايز يطير، تمام، فانت عملت له تخمه، لذلك الحمام بيفضل ان انت بتطيره يكون جعان عشان برضو يبقى في استجابة له منك لما تيجي تندهله او بتديله امر الدخول لللوفت، لو الحمام واكل اقعد صفر من هنا لبكرة مش هيعبرك، تمام. فاحنا هنا بننصح ان الحمام بيكون جعان وبيكون طاير جعان عشان يكون عنده استجابة كويسة جدا ويكون جسمه خفيف يقدر يطير ويمارس حياته الطبيعية بشكل طبيعي، تمام. لكن العكس هيحصل لو انت طيرت الطير وهو واكل، تمام. فكل ما كان زي ما قلنا جسم الطير خفيف هيكون جسمه خفيف على جناحه، احنا بنتكلم مثلا كزغلول، كل ما كان جسمه خفيف هتلاقي الزغلول بدا مثلا هو بيتعلم طالع نازل طالع نازل، بدا يمرن جناحه وجناحه بدا يقوى مع الوقت، بتيجي تبص خلاص بدا ياخد دوره في الثانيه، بدا تاني يوم ياخد مثلا لفه حوالين البيت، مع مرور الايام ومع الاستمراريه في فتح الحمام وان انت بتدخله التدريب اليوم فوق البيت، بيبدا جناح الطير بيقوى ويبدا الطير ياخد كذا دوره ويبدا ياخد وقت مثلا 10 دقائق دقيقتين، بيبدا بدقيقتين 3 دقائق وبيجي ينزل يحط، ما تضغطش عليه خالص، تمام. حتى لما بعد الحمام
بيكبر وبيطير، ما تضغطش عليه في الطيران، ما تضغطش عليه خالص الا بعد مرور وليكن 3 شهور 4 شهور ممكن تضغط عليه. وحتى في بعض الابطال يعني بيفضلوا ان هم ما يفزعوش الحمام ولا يحطوا له رايه. انت طول ما الطير بتاعك كويس معوي وتنفسي، الطير بتاعك هيطير اوتوماتيك، مش محتاج ان انت تضغط عليه ولا تحط له شواره ولا تصفر له ولا تسقف له ولا تحط له رايه تمسك ايه، تمسك الرايه ولا تهشه بيها. هو مش غزار، اسف. تمام. الحمام الزاجل كل ما كانت صحته كويسه، خالي من الكانكر، ما عندوش اي امراض معويه، ما عندوش اي مشاكل في التنفس، الطير هيدي لك اللي انت عايزه منه. وانت محافظ على روتين معاه، كان نظام غذائي ووقت طيران، هتيجي تبص تلاقي الطيور بتاعتك بتطير بشكل طبيعي خالص. تمام. وهتعمل اللي هي او اللي انت اسف اللي انت محتاجه منها بانتظام وبدون اي خلل، وان شاء الله هتكون مبسوط من الطيور بتاعتك خالص. تمام. فزي ما قلنا هتتبع النظام اللي قلت لحضرتك عليه، هتثبت نظام الاكل والطيران وتحافظ على صحة الطير. الطير ما تقوليش فرد تعبان او طير تعبان هيقدر يطير ويديلك اللي انت عايزه. فانا لو ما حافظتش انت على صحة الطيور، بالتالي الطيور مش هتقدر تديلك اللي انت محتاجه منها. تمام. وزي ما قلنا موضوع الطيران هيجي معاك بالتدريج، كل ما هتستمر في التمرين مع الطيران فوق البيت هتيجي تبص تلاقي وقت الطيران بيزيد معاك اوتوماتيك بدون اي تدخل منك خالص وبدون اي ضغط. تمام. كل ما كانت صحة الطير كويسة، خالية زي ما قلنا من الامراض اللي قلت لك عليها، وانت منتظم مع اكل وشرب ومواعيد طيران، هيديلك النظام اللي انت عايزه او الروتين اللي انت عايزه يمشي عليه، وهيستمر عليه اوتوماتيك بدون اي ضغط منك ولا اي تدخل منك نهائي باذن الله. دي كانت معلومة النهاردة، وياريت تكون الفكرة وضحت لحضرتك. وان شاء الله انتظرونا في فيديو جديد وفي حلقة جديدة، وما تنسوش تدعموا الفيديو بتاعنا بلايك، ولو اول مرة تشوفنا على اليوتيوب دعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس واختيار الكل عشان يوصلك كل جديد وفريد ان شاء الله على قناتنا، قناة الحمام الزاجل وعلوم على اليوتيوب. وان شاء الله انتظرونا في فيديو جديد وحلقة جديدة، ودمتم في رعاية الله. كان معكم اخوكم فلان محمد عاصي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.